أنتم يا شباب الكل في انتظاركم، الدين أمانة في أعناقكم، فالتزموا به من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تمييع. التزموا به التزام الوسطية، التزاما يظهر دينكم للناس أنه يبني ولا يخرب، يعمر ولا يدمر، يجمع ولا يفرق. أظهروا دينكم للناس يا شباب، أظهره عقيدة مستعلية عن كل الجاهلية، وأخلاقا سامية على كل الإباحية. أظهروا دينكم للناس خلقا ساميا وعقيدة ثابتة وسمتا جميلا وشكلا مألوفا مقبولا. إن الله جميل يحب الجمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب يقول: أصلحوا من شأنكم، أصلحوا من رحالكم، حتى تكونوا شامة بين الناس، حتى في الشكل والمظهر، حتى تكونوا شامة بين الناس. الدين أمانة في أعناقكم يا شباب. الدين يضيع الآن، يضيع ما بين موتور ومأجور، الدين يضيع ما بين جامد وجاحد، الدين يضيع ما بين متطرف ومتفلت، الدين يضيع. أيها الشباب يضيع، فاحضنوه، التزموه، أعيدوه إلى الحياة خلقا ومنهج ونظام وعلاقات وألفة وتراحم ورحمة وعفو وصفح وسمو واستعلاء. أعيدوا الدين، أعيدوه من الذين احتكروه، أرجعوا الدين من أولئك الذين جعلوه مطية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو أهدافهم أو أطماعهم الشخصية. أرجعوا الدين إلى حياة الناس، فلقد لعبت آلة الإعلام دورها في أن يظهروا أن كل ملتزم متطرف وكل مطيع إرهابي. حاربوا فكر الإرهاب، تصدوا لهذا العنف الدموي، وأعيدوا دين الرحمة إلى حياة الناس. بكم كان أصحاب محمد مصاحف تمشي على وجه الأرض، فكونوا أنتم مصاحف تمشي على وجه الأرض، ولا تسمحوا لأحد أن يحتكر هذا الدين.